السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي كل مشاهدي قناة تري فري داي. بعتذر لأني غبت عنكم فترة، معلش اعذروني. بنقدم لكم النهاردة نبات جديد، هو بصراحة مش جديد، هو نبات موجود منذ القدم، موجود في كل شوارعنا، موجود في حدائقنا، وعينينا معتادة عليه، لكن احنا بننظر له على انه من الأعشاب الضارة، ولكن ده من الأعشاب الأكثر فائدة بين الأعشاب كلها. نبات الستينجينج نيتل او بالعربي اسمه القريس او القراص او الحريكة، فوائده عديدة جدا. هنقدم النهاردة ان شاء الله وهنتكلم عن الفوائد دي عشان نعمل بيه ثورة في عالم العلاجات الطبيعية في بيوتنا. خليكم معنا. اهلا بكم. نبتة القراص او الحريكة بتفكرني لما كنا صغيرين، كنا أشقية للغاية، فكنا عرفنا أنها ستينجينج يعني لازعة، فكنا بنقص منها فرع وبنحطها في وش بعض وعلى إيد بعض وبنجري. طبعا كانت النية ساعتها وإحنا صغيرين أذى، لكن ما كناش نعرف أن دي فايدة كبيرة، لأنها لمجرد ما بتلامس الجلد بتطلق تحت الجلد فورميك أسيد وأكزاليك أسيد وهيستامين، ودي كلها مواد مفيدة جدا للجسم. لكن اوعى حد يفهم ان انا بقول بنتناولها بهذه الطريقة او بنستخدمها بالطريقة دي، لا اطلاقا. لكن هنشوف ايه كم الفوائد الهائل اللي في النبات ده، وهنشوف افضل طريقة ممكن نستخدمها بيها ايه. تعالوا الأول نتكلم عن الفوائد الكتير لهذا النبات. رقم واحد، إنه بيحتوي على كمية كبيرة جدا من الأمينو أسيدز، في 30% من البروتينات. طيب يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا ليه بنحتاج ناكل اللحمة؟ علشان بناء العضلات، يبقى إحنا محتاجين هذا البروتين الحيواني لكي نبني العضلات. طب هل يمكن استغناء عن اللحمة؟ أيوة نعم، يمكن استغناء عنها عن طريق تناول هذه البروتينات في بعض النباتات، أولها وعلى رأسها نبات القراص. تاني فايدة لنبات القراص إن فيه نسبة فيتامين سي 5 أضعاف اللي موجودة في الليمون والبرتقان. انت متخيل ممكن تعمل ايه في المناعة بتاعتك وفي بشرتك؟ تالت حاجة، نبات مليء بالعناصر، ففي نسبة عالية جدا من البوتاسيوم، نسبة عالية جدا من الفوسفور، نسبة عالية جدا من المغنيسيوم والمنجنيز. كل الفوائد اللي فاتت دي كوم، والفوائد اللي هتسمعوها دلوقتي كوم تاني، ان هو بيكسر هرمون الاستروجين في جسم الراجل. طيب ايه اللي بيحصل لما الهرمون ده يتكسر؟ اول حاجة ما يتكونش تضخم في الثدي اللي عند الرجل، ما تتراكمش الدهون في جسم الرجل. تاني حاجة مهمة جدا ان هو بيزود وبيعلي في دم الرجل الفري تسترون، ولما بيعلى المادة دي في الجسم ايه اللي بيحصل؟ بتزيد، واحد بتزيد القدرة، اتنين بتزيد الرغبة، رقم تلاتة بتبقى قدرة على التحمل بتبقى اعلى، بتتكون العضلات، ما بيحصلش تضخم للبروستاتا. فايدة كمان مهمة جدا لازم توضيحها، ان هو مفيد جدا اللي عندهم حصوات، لان هو بيساعد على عدم تكون الحصوات او تفتيت الصغير منها. مفيد جدا لمرضى السكر، بيقلل نسبة السكر في الدم ليهم. طبعا ايه المرض المرتبط او اللي هو بيجي على طول مع مرض السكر؟ الضغط. برضو بيعمل توسعة للأوعية الدموية، المواد المفيدة اللي فيه بتعمل توسعة للأوعية الدموية، وطبعا توسعة للأوعية الدموية يعني تقليل في الضغط أو ضبط الضغط، يبقى مفيد برضو للي عندهم ضغط عالي. الأقسام العلمية في كليات الطب في العالم عاملة دراسات لا عدد لها ولا حصر على النبات ده بالذات اللي هو القراص أو الحركة. بعد ما شفنا كم الفوائد الهائل ده، طريقة الاستخدام، اول طريقه للاستخدام وهي الطريقه الامثل ان احنا نروح ناخده عن طريق كبسولات في الصيدليه، نسال عليه في الصيدليه هنلاقيه. تاني استخدام ان احنا نعمله يا اما شوربه يا اما شاي، وده اللي هنبدا نعمله النهارده، فخليكم معانا عشان نتابع ازاي هنستفيد من نبات الحريكه ده.
بصراحة طعمه رائع، طعمه مقبول للغاية. واحنا بنشرب بقى شاي القراص ده بنكمل الفوائد بتاعته العديدة، بس بنلخص الأول فوائد الأولى. بيحتوي على العديد من العناصر اللي بيحتاجها الجسم، فهو غني بالكالسيوم، غني بالفسفور، بالمنجنيز، بالبوتاسيوم. كمان بيمنع عمل الحصوات للجسم، وبيفتت الحصوات إن كانت صغيرة، بيظبط الضغط، بيقلل السكر. وبالنسبة بقى لاستخداماته الخارجية، أنه إذا استخدم هذا النبات كمرهم، نبات القرص إذا استخدم كمرهم ضد الحروق، فثبت فاعلية كبيرة جدا جدا في عدم ترك أثر للحروق، لأنه بيساعد بسبب فيتامين سي اللي فيه على تجدد الخلايا السريعة. كمان إذا استخدم كزيت هذا النبات للشعر، إذا استخدم للشعر فهو بيطول الشعر وبيقلل تساقطه، وكمان بيزيده لمعانا. بصراحة اللي عايزينه فوائد أكتر من كده. كوباية يوميا من شاي قراص هتغنيك عن مشاكل كتير. ياريت نرجع مرة أخرى للطبيعة، نرجع لما خلقه الله سبحانه وتعالى. ونصيحة بالنسبة للي بيتعامل مع النبات ده لأول مرة وما يعرفش المشكلة اللي فيه، اللي هي الستينجينج، إنه نبات قارص، عشان كده سمى قرص، لازم يستخدم الجوانتي، وإلا هيبدأ يسيب يعني آثار مؤقتة على الجلد لمدة 10 دقائق، ربع ساعة بالكتير. وفي آخر حلقة بقول اللهم إني أسألك التوفيق. شكرا لكم حبايبي، يا ريتني شير الحلقة دي ونعمل لايك وسبسكرايب علشان نقدر نستمر وتقدروا تشوفونا مرة تانية.